بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة هنعمل حلقة. المفروض إن اليوم النهاردة الحلويات مش يوم طبخ، لأن أنا بمشيها يوم طبخ ويوم حلويات. فالنهاردة إن شاء الله هنعمل مهلبية الكوكتيل الفواكه، مجموعة من المهلبية بس مجموعة من الفواكه. هستعمل ثلاث أنواع من العصير: عصير فراولة، عصير برتقال، اللبن، ممكن عصير كيوي برضو يعني للي يحب. فهنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الشغل يحتاج وقت. هنضيف ده عصير الفراولة، وفي نفس الوقت هضيف عصير البرتقال. بسم الله الرحمن الرحيم. واللبن ممكن زي ما انا قلت دلوقتي ان احنا نستعمل عصير الكيوي، هيدي اللون الاخضر. هو المفروض ان في الكوكتيل المهلبية الكوكتيل هتستعملي كل الالوان، ممكن عصير مانجا، ممكن عصير كيوي، كل الوان العصاير تستعمليها. طبعا هنضيف اللبن والسكر، طبعا السكر حسب الرغبة، بتحبيه حلو كتري السكر، بتحبيه مش حلو قللي السكر، يعني السكر ده حسب الرغبة. والمكون الأساسي اللي هو النشا أهم حاجة طبعا. في ناس بتستعمل النشا وفي ناس بتستعمل الجيلاتين أو الجيلاتينة، دي تمشي ودي تمشي، بس أنا هستعمل النشا لأن المهلبية مادة الربط اللي فيها النشا او جيلاتينا مادة الربط. طبعا هحط كده وهضيف طبعا حطينا السكر، هحط السكر للبن وهقلب السكر مع النشا، هقلب السكر مع النشا الاثنين. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا المفروض ان انا هجيب معلقة صغيرة، كل مقدار هياخد معلقتين اكل نشا، معلقتين اكل نشا. الكوبايه يعني الواحد كوب عصير ليه معلقه نشا، واحد كوب العصير ليه معلقه نشا. وهقلب بسرعه عشان النشا يختلط بالعصير. المضرب الثاني للعصير البرتقال، هنفضل نقلب في المقدار. احنا حطينا السكر مع النشا، هنقلب لما الخليط يتماسك. بعد تماسك الخليط هنبدأ هوريكم ازاي تشكلوه في الأطباق اللي قدامكم دي. معلش أنا علشان وقت الحلقة عندي ضيق، فأنا عملت قبل الهوا مقدار أو كمية صغيرة، وهشرح لكم الطريقة برضو على الهوا بس عشان ألحق وقت الهوا بتاعي. طبعا عصير الفراولة لو احتاجت نشا ممكن نضيف لها نشا تاني. الوصفة دي محتاجة التلاجة صراحة، يعني أهم حاجة فيها التلاجة، لأن كل ما بتحطي مقدار من العصير في كاسات التقديم دي لازم تبرديه في التلاجة عشان يبقى متماسك ويبقى كله مع بعضه. ما شاء الله المهلبية البرتقال قربت والفراولة استوت، هنقلب فيها برضو. المهلبية حسب السمك اللي انت بتحبيه، لو انت بتحبي السمك بتاعها يعني تخينة شوية فتضطري تقلبي اكتر، لو انت حباها وسط. انا عاملاها في الكاسات بالطريقة دي، حتى تحت الفراولة وتحت مهلبية اللبن وفوق مهلبية البرتقال. ممكن تعمليها بالمانجا، عصير المانجا، ممكن تعمليها بعصير الكيوي. الكيوي يديك اللون الاخضر ده ما شاء الله يعني، بس انا ما كانش عندي وقت ان انا اجيب الكيوي، فانا عملتها بالبرتقال والفراوله واللبن. طعمها خطير، طعمها تحفه يعني. انا واثقه انكم لو جربتوها مش هتعملوا غيرها بعد كده، كل يوم هتعمله من نفس الطريقة دي. طبعا اللبن محتاج اقلب اللبن، محتاج نشا احط له، لو احتاج نشا مفيش مشاكل تضيفي له نشا، يعني احتاج نشا تضيفي له مفيش اي مشاكل.
تقلبيه بسرعه على اساس النشا ما يخرزش ويكلكع، يبقى مش طعمه ايه مش كويس. عندي مهلبيه الفراوله على وشك الانتهاء اهي، وانا عامله هنا في قالب، ده انا عملته في قالب تقديم، معلش عشان الوقت فكانت محتاجه تلاجة اكتر. والكاسات اهي، يعني هقول لكم ازاي الطريقه اللي انتوا هترصوا بيها المقدار. مش شغاله، هغير هنا، هغير الطاسه بس. لو انت حباها متماسكه اكتر هتسيبيها فتره على النار، لو انت حباها خفيفه ما بتحبيهاش تكون متماسكه اكتر هتقلبيها تشيليها بسرعه من على النار، يعني مش هتاخد وقت معاكي. هنقلب اللبن، ما شاء الله الفراوله والبرتقال استوت، معلش اللبن كانت العين بطيئه عليه فهو اللي يتاخر معانا شويه. طبعا انا هنا مستنيه اللبن، انا كده كده مهلبيه الفراوله انتهت ومهلبيه البرتقال انتهت، بس انا مستنيه اللبن هو اللي معطلني، فهسيب المقدار على النار يزيد السمك، يعني يبقى متماسك اكتر. كل ما بتسيبيه على النار بيزيد طعم الفاكهه، لو هو برتقال هيزيد طعم البرتقال فيه اكتر، لو هو فراوله هتزيد طعم الفراوله فيه اكتر. والمقادير موجوده قدامكم على الشاشه، مهلبيه الفواكه عباره عن عصير فراوله، عصير برتقال، لبن وسكر ونشا، ممكن زي ما قلت تعمليها بعصير مانجا او تزودي كمان بدل ما هي ثلاث بخمسة. عصير الكيوي يديك لونه الأخضر زي ما قلت أول الحلقة، هيختلف شكل الكاس أكتر لو حطيتي عصير الكيوي. واللبن بدأ أهو بدأ يتماسك معانا، وبعد كده نبدأ نصب في الكاسات، يعني طريقة الصب سهلة طبعا، بس هو المشكلة أنه محتاج تلاجة، أنك أنت كل ما بتصبي راء أو طبقة سواء فراولة أو برتقال بتحطيها في التلاجة تتماسك وتصب الطبقة التانية، لأنك يعني لو تصب وهو سخن هيبقى كله على بعضه، هيبقى مش من نفس المنظر ده. أنا عاملاها رق ورقنا، يعني أنا عملت الفراولة وحطيته في التلاجة، جمد شوية رحت حاطة اللبن، مهلبية اللبن جمدت شوية رحت حاطة مهلبية البرتقال. لو أنت عندك عصير الكيوي هتسيبيها برضه في التلاجة تجمد شوية وتحطي عصير الكيوي، عصير الكيوي لونه الأخضر. ان شاء الله المره الجايه هعمله لكم، هيبقى طعم هيختلف الطعم اكتر من كده. ادي سمك المهلبيه، يعني انا اهو تبقى بالسمك ده، ولو سبناها تاني كمان هتتماسك اكتر، عشان دي الوقت عملت بثلاث فواكه، يعني يفضل لو عملت باربعه بخمسه. عصير يوسف برضو طعمه حلو، ان شاء الله في حلقه هعمل لكم عصير اليوسف. في ناس كتير بتقول لي عصير يوسف، يعني اليوسف ما بتعملش عصير، لا ده احلى طعم، طعم عصير اليوسف احلى من البرتقال واحلى من المانجا، طعم عصير اليوسف مختلف. بدا اللبن اهو، معلش انا اللي معطلني اللبن، استناه يتماسك. انا كده خلصت عصير المانجا، عصير البرتقال وعصير الفراولة. هنبدأ نجيب الأطباق اللي هي دي الكاسات، هنجيب الكاسات الكاسات اهي، نجيب المغرفة نستعمل فيها المغرفة، غالبا كل الخليط انتهى. طبعا سواء الأكل حلويات أو طبخ، المطبخ يا جماعة ست البيت اختراع، عندك مكونات معينة ممكن تعملي أسهل وصفة بأسهل المكونات الموجودة عندك، مفيش
ايوه استاذه داليا، معانا اتصال تليفوني. استاذه داليا معانا، اهلا وسهلا بيكي. ازي حضرتك؟ انا بحبك جدا. اهلا وسهلا، اهلا بيكي يا استاذه داليا. بس كنت عايزه اعرف درجه عصير الفراوله. عصير الفراوله؟ شكلك ما شاء الله يعني لسه بنوته صغنونه يعني. العصاير اللي انا بجهز بيها الطبخه دي عصاير فريش، ما فيش اي ماده صناعيه عليها نهائي. عصير الفراوله هتجيب الفراوله وتغسليها، هتشيل الورقه الخضراء وبعد كده تضربيها في الخلاط. تفريز، انت ممكن تقصدي انك تفريز الفراوله. لو انت هتفرزي الفراوله اسهل حاجه تفريز حاجتين، الفراوله والبسله الاثنين اسهل تفريز، يعني مش محتاجه اي شغل الفراوله والبسله. لانك الفراوله هتغسليها وهتشيلي الورقه الخضراء وتحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر، البسله كذلك هتفصصيها وتحطيها في هتحطيها في الفريزر. انا عايزه اعمل ايس كريم. ايس كريم الفراوله انا هعمله لك مره ان شاء الله على الهوا باذن الله، هعمله لك بطريقه وبتشكيله مختلفه قريب جدا يعني خلال الاسبوع اللي جاي ان شاء الله باذن الله، احتمال اعمل لك عصير ايس كريم الفراوله ان شاء الله باذن الله، وهشكله لك كمان وهعمل لك جيل الفراوله. شكرا. شكرا لله يا حبيبتي، شكرا ليكي. يعني انا قلت لك على طريقتين، طريقه الفراوله وطريقه تفريز الفراوله، وبراحتك بقى اعملي الطريقتين عصير الفراوله وتفريز الفراوله. شكرا على اتصالك يا استاذه. بعد كده هنبدا، انا حاليا انا خلصت كده كل حاجه انتهت، هبدا انزل من على النار لان كده اخد سوى زواده، انزل طبعا هبدا يعني صراحه اهم حاجه في الوصفه دي انك الثلاجه، لان انا هجيب اخد جزء مثلا الفراوله، هوزع الفراوله كده بسم الله الرحمن الرحيم، هنوزع الفراوله كده بالطريقه دي والرق التاني كده، هتصبي نفس المقدار في كل الكاسات بالترتيب زي ما انا عامله في الكاسات دي، هتصبي نفس المقدار كده في كل الكاسات بالترتيب لحد لما ايه تنتهي، والمفروض انها تتحط في الثلاجه، اهم حاجه تتحط في الثلاجه تتماسك 10 دقائق كده بس مش اكتر من كده تتماسك، وبعد كده هنصب الرق التاني اللي هو حسب اختيارك يا اما اللبن او عصير البرتقال، ده او ده، عشان هنزل مع النار على اساس. يبقى انا كده طريقه الصب برضو انا هعمل بطريقه القالب، انا دي انا عاملاها بالقالب برضو، طريقه القالب هتصب نفس المقدار برضو بالترتيب، اللون اللي تختاريه فراوله، المره هغير في القالب هحط مثلا الاول هحط البرتقال تحت، معلش هو سخن انتوا في البيت هتتحكموا، الثلاجه جنبكم هتحطوه في الثلاجه لازم يتماسك في الثلاجه، لازم ده اهم حاجه الثلاجه في الوصفه دي، اهم حاجه فيها الثلاجه، تحطيها في الثلاجه. ممكن لو عندي وقت والمقدار تماسك هصب لكم المقدار الثاني كده، انا عملت هنا هتصب بالطريقه دي نفس الكاسات، بدا يتماسك، هحاول اصب بالراحه كده مش هحاول اصب كتير، يا ريت الكاميرا تيجي على ايدي كده. الرق الثاني اصعب لانك الرق الثاني لازم تحطي بالراحه بالراحه جدا، لان ممكن الحمد لله برضو مش هينزل تحت، هحاول ان انا ما انزلهوش تحت اهو، الرق التاني لازم يكون فوق ما يسقطش تحت، لو سقط تحت مش هيديكي نفس الشكل اللي قصادك في الكاميرا، فهتحطي بالراحة جدا اهو. الحمد لله برضو يعني محتاجة يا جماعة تلاجة، لازم تلاجة، الوصفة دي لازم تتحط في التلاجة لازم. هستنى شوية كده برضو، المفروض انها تبرد، بعد ما تبرد تحطي الرق التاني او الطبقة التانية، ترتيب الفواكه اختياري. يا ريت يا ريت تكون عندكم عصير كيوي، لونه الاخضر تحفه في العصير الكيوي، انا بحط بالراحه على اساس ما ينزل يعني ما ينزلش تحت المقدار اهو. الطبق الكاس الثاني على فكره اتظبط، ليه؟ لانه كان متماسك تحت، يا ريت الكاميرا تجيب عليا كده، الرق الفراوله تحت ورق البرتقال اهو او المانجا حسب راحتكم.
برضو هنستنى يتماسك، لازم يتماسك. وبعد كده هنبدأ نحط الرق الثالث اللي هو الجزء الأخير. لما تيجي تصب لو هو سخن لازم تصب بالراحة، لازم، لأنه سخن. لو عندك ثلاجة عادي يعني، ما فيش أي مشاكل، لو في ثلاجة هتكب مباشرة. الرق الثاني أهو، عندي كاسات تانية ممكن هصب المقدار ده، هصب المقدار ده اهو. مهلبية اللبن حطيتها تحت، عشان مهلبية اللبن متماسكة فأنا هحط عليها مباشرة مهلبية الفراولة. طعم الوصفة دي تحفة، أقسم بالله تحفة، بالذات لما تبرد كمان بتاخد، أساسا الوصفة دي باردة مش سخنة. طبعا لما تماسكت شوف منظر الكاس، يا ريت الكاميرا تكون جايباه اهو، منظر الكاس اهو، الكاميرا هتجيبه، اللبن تحت والفراوله فوق. طبعا ده اللي لسه انا لسه مجهزاه دلوقتي، وده لسه مجهزاه دلوقتي، هستنى يبرد واحط الرق الثالث، وان شاء الله باذن الله في البيت تتحكموا فيه في الثلاجه ويبقى احلى واطعم من اللي انا عاملاه. عارفاكم ستات بيوت ما شاء الله شاطرين، وما شاء الله عليكم 10 على 10. يا رب تكون الحلقه خفيفه عليكم، ويكون عملت حاجه افادتكم، وصفتكم سهله عليكم، واستنوني في الحلقه الجايه ان شاء الله. وشكرا جزيلا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.